ولا 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 حبيبي، الصلاة على النبي، الصلاة على النبي، الصلاة على النبي، الصلاة على النبي. حجمه محترم. ولا 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 حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة السبت 16/9، احنا يا جماعة في كفر الشيخ على طريقة العرب. طريقة العرب رجالة شغالة الايام دي، غلة شغالة الايام دي. ايه غلة؟ لو عايز تيجي مثلا اكتب لي تعليق وانا بعت لك لينك فيديو وصف المكان. هتقول لي شغال بانهي عدة؟ اقول لك شغال بعود 3 متر، خيط المكنة 25 والرمال 25. انت ممكن تشتغل بخيط المكنة 30 والرمال 25، ما تفرقش، بس انا شغال 25 في بعض. الغماز صغير اشتغل بعدة خفيفة، الغماز صغير السن مقاس 7 وندر، العود 3 متر اشتغل معاه، كان شغال 3 متر 72 شغال، 42 شغال، بس ما تزيدش عن 3 متر لان المية هنا قريبة للشط. وطبعا الطعم غلى. اللي عايز يجي يا جماعة زي ما قلت لكم اكتبوا تعليق وانا بعت لك لينك فيديو وصف المكان. هتقولي نظام الشغل هنا ايه؟ بشتغل مرايه غرقانة، برمي شوية علف على غلة بعد متر من الشط وانزل عليهم بغلة، بس شوية علف، مش شوية علف، شوية علف. الغماز صغير مش بصلة، غماز صغير مش بصلة، البصل غالي. غماز صغير بتنزل عليهم بغل. نظام الشغل هنا ايه؟ المية بتشتغل معاك من 9 الصبح للظهر، 100 100، من 9، مش بدري عن 9، لان المية هنا السمكة بتعوم، بتسقط معاك من الساعة 9، تبدأ تشتغل معاك على الظهر. يعني ما تجيش بدري وتقول ده مش شغال، ما هي لسه ما سقطتش، اصبر لغايه ما تسقط. من 9 للظهر 100 100، من الظهر للعصر تقيله شويه، من العصر للمغرب 100 100. والله يا جماعه بعد المعلومات الجميله دي استاهل لايك. يلا دوس لايك على السريع، يلا لايك على السريع، ويلا بينا على الفيديو الجميل. انزل اعمل لايك والله ما تخسر حاجه. تابعونا يا رجال. ايوه تمام تمام تمام. لتحت بقى حبيبة قلبي، كمان يلا تعالي بقى. الصلاة على النبي عليك. أولنا رجال، أول قطفة. ولا بالصلاة على النبي، يلا بالصلاة على النبي، بالصلاة على النبي عليك، الصلاة على النبي. النهاردة يا جماعة السبت 16/9، غلة كله غلة. يلا هو بالصلاة على النبي، هو قلت هو. تعال اوعد، الصلاة على النبي عليك. ايوه كده، واحدة من الزعنفة وواحدة من بقها. غلة رجالة 16/9 السبت. يا وحش تعال، ترعة جميلة وشغالة والدنيا زي الفل هنا. ولا حبيبي، الصلاة على النبي، الصلاة على النبي، الصلاة على النبي، الصلاة على النبي. ربنا يستر ما تفركش، ربنا يستر. الصلاة على النبي عليك. عسل يا جدعان، حجمه محترم. الصلاة على النبي. المية يا جماعة في شهر 9 بقى و10 و11 بتديك السمكة المحترمة، الأحجام اللي هي ما تطلعش في أول الموسم. الصلاة على النبي، الصلاة على النبي. كنافة
حبيب قلبي حبيب قلبي. ما شاء الله الحاج عبده رجال على مهلك رف. ايوه كده يا حاج وجن، عايز انبسط بيه. الصلاه على النبي رجال حاج عبده. امسك كده من سكره ولا فرق؟ لا 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 ازعل منك. كله غلى يا رجال. حلاوتك يا حجوك. شوف برضه عامله ازاي يا جماعه. والله حاجه ما شاء الله عليها. بطنها عامله ازاي؟ حاجه تتاكل طريه. ماشي يا حجوك يلا. عايزين اللي بعده كده ها؟ يا موسى. يلا بقى يلا يا بطل بقى خلص بقى. ايوه اي ولا 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 حبيبي 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 بقى. بص يا جدعان ايه ده عامله ازاي؟ احلى سمكه تاخدها من هنا. احلى سمكه سمكه كده ملظلظه. استاذ محمد رجاله معاه حته كبيره ما شاء الله. خلي بالك خلي بالك على بيه. على مهلك ارفع على كله غلى رجال على مهلك. تعال يا بطل تعال غلى رجال. مش كبير قوي يعني بس حلو ان شاء الله. غلى بدأت تاكل تاني. ماشي يا استاذ محمد. الله صل على النبي رجال صل على النبي رجال صل على النبي رجال صل على النبي صل على النبي عليك. تعالي ايه ده العود لقيته شد رجال مره واحده لحقتها. بص على اخر لحظه. اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي. ده شغل اخر النهار رجال غل شغل اخر النهار غل 16 9 زرعت العرب وجمل. طير يا اختي طير طير يا جماعه. الشغل عامل ازاي؟ سواني كده مربي الحجم الحجم ورجال. سمكه ملظلظه سمكه محترمه. شوف الحجم من تحت عامل ازاي بطنها عامل ازاي. تلاقيها كلها لحم دي حاجه كده ايه حته سكر. كله غلة زي ما قلنا غلة. تابعونا رجال.